دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري حملة الرقابة والتفتيش التي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد القداسي. تشنت السلطة المحلية حملة رقابة وتفتيش شملت مختلف المحلات التجارية والمنشآت الصناعية لضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية. ينفذ الحملة مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة للرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبد الله الباكري أكد أهمية الدور الرقابية لحد من ظاهرة القش التجارية والتلاعب بالأسعار. في إطار خطة المحافظة وقيادة المحافظة للعام 2023 أنه يجب أن تفعل المكاتب التنفيذية، ومن ضمن هذه المكاتب مكتب الصناعة والتجارة الذي يطلع بدور مهم في متابعة الرقابة السعرية للمواد التموينية الأساسية. فمطلوب منا جميعا المكتب وطاقمه التمويني الرقابي في المتابعة المستمرة للالتزام بالتسعيرة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة في عدن. الشيء الثاني الذي أنا أكد عليه أنه يجب أن يتزامن التفتيش الدوري مع التفتيش على المخازن. هناك مخازن سيئة من حيث التهوية، من حيث النظافة، وهذه المخازن تضم مواد غذائية، فإذا أهملت تلفت، وإذا أتلفت نحن بعض التجار الجشعين يحاول أن يبيعها ويغش بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. فهنا نؤكد على الأخوة التجار التجزئة والجملة أن يلتزموا بالتسعيرة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة. شملت الحملة الرقابية تفتيش لمحلات الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والمخابز والأفران. سليم العضيلي من مكتب الصناعة والتجارة أوضح أهمية ودور الحملات الرقابة والتفتيش لمنع الاحتكار والتلاعب بأسعار المواد الغذائية. الفريق الميداني يوجد يوميا في الميدان لمتابعة الأسعار والتفتيش على المحلات التجارية على المنتهي وكذلك على مخازن التجار وتطبيق الاشتراطات اللازمة بالنسبة للمخازن، وكذلك متابعة التجار من ناحية القائمة السعرية بحيث تكون أسعارهم المشهرة مطابقة لما يتم بيعه للمواطن. كذلك هنالك حملة على المخابز والتي تمثل القوت الضروري للمواطن بالنسبة للخبز. فبقرار المحكمة خلال هذا الأسبوع تم اعتماد التسعيرة الصادرة من مكتب الصناعة والتجارة والذي يحدد أن سعر الكيلو للخبز 1000 ريال. هنالك أغلق عدد من المخابز التي لم تلتزم بالتسعيرة، وهنالك مخابز منضبطة بالتسعيرة. نحن دائما موجودين في الميدان وسنتابع إن شاء الله التسعيرة بحيث أنها تكون لامسة للواقع، بحيث لا يكون هنالك جشع من قبل التجار في المبالغة في الأسعار أو استخدام ذريعة ارتفاع العملة في المبالغة في الأسعار. جهود كبيرة تبذلها قيادة وكوادر مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة والمديريات لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين. عدن الفضائية محمد القداسي مأرب.